السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم تاني يا حبايبي يا حلوين، والحلقة الثالثة من قناة بسيون عياد لتعليم القراءة والكتابة. خليكم معايا. طبعا احنا خدنا في الحلقة اللي فاتت تانية والحلقة الأولانية حروف من الألف لغاية الشين، ألف ب ت س جيم ح خ دال زال ر زاي سين شين. النهاردة إن شاء الله هناخد الحروف اللي بعدها صاد. صاد، الصاد بقى بتتكتب إزاي؟ الصاد طبعا إحنا عندنا كلنا كراسة مربعات وفيها مربع هوت والسطر بتاعه، أنا بحط إيدي سن القلم الرصاص على السطر وامشي لفوق كده اهو شويه وانا رايح يمت ايدي اليمين، خلاص، وانزل تاني كده اهو لغايه ما اوصل لغايه السطر وامشي على السطر تاني، واعمل السنة بتاعت الصاد اللي هي زي عاملة زي سنة السين والشين، سنة الصاد اهي تاني احط سن القلم على السطر ما اطلعش لفوق كده يبقى شكلها وحش خالص، لان انت اصلا واد جميل ينفع تكتب صاد بالشكل ده؟ طبعا لا طبعا. ماشي، بكتب ازاي؟ بطلع امشي خط صغير كده اهو وقف وانزل دوران كده عامل زي الكوره، مش احنا كنا بنرسم الكوره او بنرسم الدايره عامله كده؟ انزل بيها كده اهو وامشي تاني على السطر ما هنزلش تحت السطر، واعمل الطبق الجميل بتاع الصاد، دي السنه بتاعت الصاد، هي الصاد اختها ايه؟ اختها الضاد، يبقى صاد ضاد. الضاد يا حبايبي يا حلوين غير الدال، الدال اهي الدال فاكرينها؟ خط كده معوج على السطر وشرطه تحت السطر، دي اسمها دال، اسمها دي اسمها ايه؟ ضا ضا، دي اسمها ايه؟ دا، ودي اسمها ايه؟ ضا. صاد ضاد، الصاد اخت ايه؟ الضاد، الصاد اخت الضاد. الط، الط زي الصاد وزي الضاد بس فيها حاجه مختلفه، الط زي الصاد بالظبط بس فيها حاجه مختلفه، مالهاش السنه دي، امال مكان السنه دي هنحط لها الالف بتاعها. الط اهي سن القلم على السطر وامشي كده وانزل لغايه ما اوصل لغايه السطر وامشي على السطر تاني شويه صغيرين كده وقف، دي الطا، ايوه دي الطا، والالف بتاع الطا اهو، واحد من فوق لتحت، ما انزلش بيه كده بقى، ما انزلش بيه كده، ما ينفعش يبقى في قلب الطا من جوه، تمام، وما ينفعش يبقى هنا فاول الطاء كده هيقع على طول، لازم يبقى في اخر الطاء من هنا كده عشان ما يقعش. الطاء يبقى الطاء زي ايه؟ زي الصاد بس ملهاش سن. امال الظا، الظا الطاء اخت الظا، اختها يعني شكل بعض بالظبط اهو، اعرف اعمل كده على السطر ماشي وانزل امشي على السطر تاني اهو، واعمل الواحد الالف بتاع الظا، طب ما هو دي زي دي، دي زي دي، دي ط ودي ط، بس انا عايز اخلي الط دي ظا ظا ظا، اعمل لها ايه؟ احط لها نقطه بس قدامها كده، بقت ظا، بقت ايه؟ ظا، بقت ايه؟ بقت ظا، يبقى صاد ضاد ط ظ، صاد
ضاد طه ظ، صاد ضاد طه ظ. معايا بقى تاني، صاد والوراي صاد ها ضاد طه ظ، صاد ضاد طه ظ. قول كتير، صاد ضاد طه ظ. يلا يا حماده، صاد ضاد طه ظ. هناخد كمان حرفين اتنين، حرف العين وحرف الغين. لا، هو في حرف العين وحرف الغين؟ اه، حرف العين عامله زي العين بالظبط، نص كوره فوق السطر اهي، نص كوره. مش دي كوره؟ مش دي كوره؟ او دي خمسه زي ما بتعملوها؟ هي نصها بالظبط، بس ما عملتش خمسه واقعد امسح فيها، لا بعمل كده اهو، نص كوره ولها بطن كبيره شوي. فاكرين الحاء؟ فاكرين الحاء؟ الحاء اهي، فاكرينها؟ وليها بطن كبيره كده اهو. انا هاخد البطن بتاعه الحاء دي هحطها في العين. العين عاملها ازاي؟ دايره صغيره كده، حتى صغيره كده، مش مفتوح، مش مقفوله، مش ايه، مش مقفوله. وانزل اعمل لها الايه، البطن بتاعه العين بتاعه الحاء. مش دي بطن الحاء؟ العين لها اخت، اختها اسمها ايه؟ الغين. عين غين، عين غين، عين غين. يبقى انا عندي صاد ضاد، صاد ضاد طه ظ، صاد ضاد طه ظ، صاد ضاد طه ظ. احنا عاملين مربعات او بنشتغل في كراسه مربعات عشان خاطر برضو الحرف ما يبقاش كبير مننا، يعني ما ينفعش اعمل الحرف كده وروح جاي معدي من قلب الكره، من قلب المربع، ما ينفعش، يبقى وحش خالص. واحنا عيال شطار ماشي، وناس تمام، عايزين نتعلم بخط كويس، يبقى نكتب برضو في قلب المربعات عشان نتعلم ازاي نكتب. صاد ضاد معايا ط ظ، عين غين، عين غين، عين غين، عين غين. اكتب بقى تاني، صاد ضاد ط ظ، عين غين. طيب نقرا بقى من الشمال، نقرا عكس، يعني نقرا عكس كده تحت لفوق. غين عين ظ ط ضاد صاد. طب نقرا كده، صاد دي ايه يا شطار؟ ها، مين هيقول لي؟ ايوه برافو عليك، عين عامله زي العين، شكل العين. ودي ايه؟ ضاد. ودي غين. الصاد اخت الضاد، الصاد اخت الضاد، والطا اخت الظا، والعين اخت الغين. الصاد اخت الضاد، والطا اخت الظا، والعين اخت الغين. معايا بقى تاني، صاد ضاد ط ظ، عين غين. هنعمل كده بعض الحروف ونوصلها ببعضها ونشوفها هتمشي ازاي.
نعرف نوصل الحروف دي ببعضها؟ نعرف نوصل، بس لازم نقراها الاول. نقراها الاول، دي حرف ايه؟ صاد. دي ايه؟ صاد. ودي ايه؟ ظ. طب ودي ايه؟ عين. ودي ايه يا شطار؟ ها، مين هيقول لي؟ صاد. برافو. ودي ايه؟ ظ. ودي ايه؟ عين. هنوصلهم ببعض، يعني الحرف شكل الحرف. دي اسمها ايه؟ صاد. هنوصلها بالسطر التاني. فين الصاد اللي هنا اللي شكلها بالظبط؟ اهي، برافو، صاد. اوصلها كده، برافو. طيب ناخد الحرف التاني. ده حرف ايه؟ دي شكل ايه؟ ده شكل ايه؟ شكل العين بتاعتي بالظبط، شكل العين. فين العين اللي هنا؟ اهي، اوصلها. برافو يا شطار. دي ايه بقى؟ دي ايه؟ بيقول الاستاذ قال ايه؟ دي اسمها ايه؟ ظ. برافو. فين الظ اللي هنا؟ اخر واحده اهي، ظ. برافو عليكم. نبص هنا بقى ونقول دي اسمها حرف ايه؟ ضاد. وده حرف ايه؟ ط. وده حرف ايه؟ ط. قال لا، ده اتنين ط اهو، اوصلهم قبل ما انسى. ط اوصلها بالط. امال دي اسمها ايه؟ انا نسيتها. ضاد. ودي ايه؟ دي شكلها بالظبط، اوصل ضاد، اوصلها بالضاد. تمام يا شباب؟ تمام يا حبايبي؟ صاد، بس الصاد اهي، عين، العين اهي، الظ، الظ اهي. فين دي اسمها ايه؟ ضاد. الضاد اهي. ط، الط اهي. مين يقول لي اخت الصاد ايه؟ الصاد اختها ايه؟ ها، الضاد. برافو عليك. ومين يقول لي العين اختها ايه؟ الغين. قال له هي فين الغين؟ اهي، ما هي زي العين بالظبط اهي. العين اخت الغين. مين يقول لي الطه دي اختها ايه؟ اختها شكلها بالظبط اهي، الطه اخت الظه. الطه اخت الايه؟ الظه. والصاد اخت الضاد. والصاد اخت ايه؟ الضاد. الصاد اختها فين؟ فين الضاد؟ فين الضاد؟ فين الضاد؟ اهي، برافو. الصاد اخت الضاد. والعين اخت الغين. العين اخت ايه؟ اخت الغين. صاد، ضاد، ط، ظ، عين، غين. نكتبهم بقى كمان مرة، آخر مرة كده نكتبهم بالترتيب، ونحفظهم برضو بالترتيب عشان نعرف بعد كده نحفظ الحروف بسهولة. صاد، سن القلم على السطر واطلع لفوق شوية وانزل تاني على السطر وامشي على السطر اهو، واسيب حتة فاضية هنا عشان تاخد نفسها كده، واعمل ايه؟ الطبق بتاع الصاد الجميل ما يبقاش كبير خالص. بالصاد. طب ودي؟ صاد برضو. لا مش صاد. الصاد اختها ايه؟ اخت الصاد ايه يا شباب؟ الضاد. برافو. طيب و طه، الطه اختها ايه يا شباب؟ ها، الطه اختها ايه؟ ها، بسرعه، ها، الظه. برافو عليكم. الطه اخت الظه. طيب في كمان العين. العين اهي، العين اختي ايه بقى؟ ها، اختي ايه؟ ها، مين يقول وراي؟ الغين. برافو. اختها ازاي؟ شكلها بالظبط اهي، العين شكل الغين، والصاد شكل الضاد، والطاء شكل الظا. يبقى خدنا النهارده صاد، ضاد، طه، ظه، عين، غين.
كده كفاية أول النهاردة، ونلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا على المشاهدة. إن أعجبك الفيديو سجل إعجابك، ولا تبخل باقتراحاتك للفيديوهات القادمة، كما لا تنسى الاشتراك في القناة لتصلك فيديوهاتنا اليومية.